مختار، عملت لي ايه يا اخويا في موضوعي؟ موضوع ايه يا نعمت؟ يا نهار اسود عليا، انت نسيت؟ نسيت ايه؟ بقول لك ايه، انا مش ناقص جنالك على الصبح. حق اللي هتجيبه لي من نديم. حقك. لسه شويه. لسه شويه لحد امتى يعني؟ ان شاء الله لحد ما اشوف لك طريقه اجيب لك بيها حقك من نديم. لا يا اخويا اطمن، انا عندي الطريقه. طريقه ايه؟ انت عرفت ان نديم خلف ود؟ طبعا عرفت، قال لي ربنا يبارك له. احنا بقى هنخطف الواد. نخطف مين؟ انت اتجننتي؟ دي احسن طريقه ممكن نضغط بيها على نديم، صدقني الضنا غالي. طبعا غالي، عشان كده نديم لو عرف ممكن يموتنا. ليه هيعرف؟ وازاي هيعرف؟ هو انا ولا انت اللي هنروح نخطفه؟ طبعا لا، هنبعت حد، وطبعا مش هنروح نقول له ان احنا اللي خطفنا، واكيد هيكون ملخوم في موضوع خطف ابنه ومش هيسال. يا بنتي ليه؟ ده انت دماغك سم. المهم عندك رجاله مضمونين ينفذوا لنا العمليه. الرجاله المضمونه موجوده، بس لازم اعرف الاول تمن مساعدتي ليكي هيبقى ايه. هتنزل لك عن حقي في الفيلا والمحل والمطبخ وشقه اسكندريه. وماله يا اخويا وشقه اسكندريه؟ بتنازل في الشهر العقاري. طبعا هو لعب عيال. اذا كان كده ماشي، الواحد يقف وراكي بقلب جامد. ربنا يخليك ليا يا رب. بس اوعي تجيبي سيرتي، دي خدمه انا بعملها لك من بعيد لبعيد. نديم ده صاحبي وشريكي ومش ممكن اخسره. لا ما تخافش، مش هقول حاجه، بس انت ما تنساش تحضر الرجاله بسرعه، وحضر كمان عقود التنازل اللي انا حمدلك عليها. الحمد لله على السلامه يا مختار باشا، قالوا لي انك عايزني خير. انت بتعمل ايه هنا يالا؟ بشتغل. والله بتشتغل ايه؟ جراء يا باشا، انت نسيت ولا ايه؟ انا المشرف بتاعك ودراعك اليمين في الشغل. ولما دراعي اليمين ده بقى يخوني تفتكر اعمل فيه ايه؟ انا لا يمكن اخونك يا باشا. امال دي ايه؟ دي ايه دي؟ بطل استعباط يالا، مبروم على مبروم ما يلفش. يا باشا انا مش فاهم حاجه. لا انت فاهم كويس قوي، بس بتستهبل. حرام عليك يا ست سماح، حرمت عليك عيشتك يا بعيد. صدق اللي قال ان الناس معادن، واللي طول عمره نحاس مهما لمع عمره ما هيبقى ذهب. الكلام ده ليه انا؟ ولا ايه انا ارحمك؟ طب ليه غلط بس يا باشا؟ ده قال واجب ما واحد غدار زيك. بتستعملني يالا، بتستعملني اكل لك ضهر، واول ما اديك ضهر تديني على قفايا. معلش ولا كان اللي يديك على قفاك يا معلم. لا عاش، واداني وبصمت كمان، بس انا بقى اللي يديني على قفايا قطع له ايده. ما تصدقش العالم دي يا معلم، دي ناس عايزه توقع ما بيننا. ما تستاهلش حد يوقع بيننا ويحط لك بضاعه بالمبلغ ده، عارف ليه؟ لانك رخيص يالا. الله يسامحك يا معلم، انا حذرتك قبل كده بس مفيش فايده، وانا الصاب اللي خاسها معايا مش هيلاقي غير بوز جزمتي في وشه. يعني ايه؟ يعني تمشي يالا من هنا ما اشوفش وشك تاني. قول يلا اطلع بره بره. بالسهل كده يا معلم؟ يعني تاخدها من قصيرها وتورينا عرض كتافك بدل ما نبلغ عندك ونخليهم يحطوا الحديد في ايديك. يعني مفيش فايده؟ عايز تبيعني واشتريك ليه؟ فاكرني اهبل؟ ده انت جعر يالا ومالكش امان. طب انا ليا فلوس، انا عايز حسابي عشان امشي. حساب؟ الحساب يوم الحساب يا عصفور. يعني ايه؟ يعني مالكش حاجه هنا بقى كده. ده انت بيجي حاول، ده بدل ما تبوس ايد ووش وظهر انه سايبك تمشي كده من غير مشاكل. طب انا عايز البضاعه. يعني بتاعتك ايه؟ بتاعتي وتلزمني. البضاعه اتصدرت يا رحمك، انت عارف بقى الصنف الحلو اللي انت مخبيه ده، شيح حلو من دول والواحد بيتنشى عليه والله. ابوس ايدك يا معلم، ابوس ايدك كده هيموتوني. ما هو ده المطلوب. عاوزهم يذبحوني يا معلم؟ انت ونصيبك بقى، ما هو ده جزاء اللي يخوني الامانه. طب اديني تمنها ولا نكلة. ابوس ايدك يا معلم، ابوس ايدك كده هيموتوني. ما تموت ولا تروح في 60 داهية، دي سكة حرام وانت اللي اخترت تمشي فيها، وزي ما ممكن تزهزه معاك وتعيشك ممكن كمان تجيب اجلك وتموتك. انت كده اللي بتحكم عليا بالموت يا معلم. انت اللي حكمت على نفسك يوم ما فكرت انك تلعب بديلك وتستغفلني يا رجب. طب والله العظيم، والله العظيم اخر مرة وما عامل كده تاني. يلا عد بره يلا بره، مش هشوف وشك كده تاني. بلاش خوت الدماغ، هيعرف اشرب لي حجر كده على رواقة؟ ده متمون بصنف معتبر. بس انا مش هسكت، مش هسكت، مش هسكت يا مختار. مختار يا ايه بس انا ما بخيرك الكام ولا، بس اوعى تقع من عليه. تو على دي اشكال وسخه. ايه ده بس يا حبيبي، الحمد لله انه كشف لك قبل ما يورطك معاه. كتر خيرك يا سماح، كتر خيرك، انت اللي كشفتيه. ربنا عالم من غيرك كان حصل ايه. انا كل فداك يا سي مختار. بعد الشر عليك يا ست البنات من كل راضي. طب انا هروح اعمل لك كوبايه ليمون تروق دمك. اذا كان كده
ماشي. على الاخلاق يبقى معاه صنف زي ده وما يقوليش. يستاهل بقى اللي يجراله. الف الف سلامه عليك يا سعد بيه. واضح ان حضرتك تعب صدرك بالسيجار اللي بتشربه ده. لا 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 ده انا بنفخ بس. اصل السيجار ده لزوم الدكور. بس انا ساعات بسرح كده وباخده على صدري زي ما حصل دلوقتي. في الحقيقة عاوز أحييك على ذكائك وبعد نظرك يا سعد بيه. ده شغلي. شغلي اللي بحبه ما ينفعش أفشل فيه. واحد غير سعادتك كان زمانه سلم وباع الأسهم من زمان. آه ده لو كان غشيم. حضرتك ولا مؤاخذة يعني طلعت لئيم. لئيم؟ أصل الخمسة مليون جنيه اللي صرفناهم على تجديدات المصنع بدأت تبان نتيجتهم وكل المؤشرات بتأكد إننا هننجح إن شاء الله. طبعًا هننجح. طالما بنستخدم ذكائنا وبنفكر وبنخطط واحنا ماشيين على ارض صلبه يبقى لازم ننجح. في الحقيقه هي مش صلبه قوي يا فندم. قصدك ايه؟ اصل السيوله اللي معانا ابتدت تخلص ولو ما ضخيناش سيوله تانية ممكن المشروع كله يبوظ وخطه الاصلاح تفشل. لا ما تقلقش. انا النهارده قبل ما اجي الشركه عديت على البنك وفتحت لكم اعتماد ب 3 مليون جنيه. احبك يا سعد بيه وانت جاهز كده او كده الواحد يتفائل بالمستقبل. وامتى يا فندم هنستلم ال 2 مليون الباقيين؟ لا انسى خلاص دول اخر فلوس هسلمها لكم. ازاي يا فندم ما احنا متفقين على 5 مليون وانا بطبعهم. دي فلوس يعني بتيجي بتضلين. الله ده انا سالفهم وكاتب على نفسي شيكات عشان اعرف اجيبهم لكم في الوقت الضيق ده. انا مع سعادتك انها مبالغ كبيره جدا ومش اي حد يقدر يجمع المبالغ دي في الوقت الصغير ده، لكن كده خطه الاصلاح ممكن تتعطل. لا ما تقلقش مفيش حاجة هتتعطل. ازاي بس يا فندم واحنا عندنا عجز في السيولة 2 مليون جنيه؟ لا ما انا النهاردة كلمت الناس في البنك اتفقت معاهم انهم هيدوني قرض بضمان المشروع عشان نعرف نسد العجز اللي عندنا. اهو ده الكلام. اه بس خدوا بالكم دي فلوس بالفايز، يعني لازم نسدد في مواعيد والا الفوايد بتاعتها هتنحل وبر. يعني احنا لازم نشتغل بايدينا واسناننا عشان نعرف نسد اللي علينا، والا كده هخسر كل حاجه وساعتها مش هيكفيني فيكم الاكل. اطمن سعد بيه احنا رجالتك وعمرنا ما هنعرضك للخساره ابدا. وبعدين سعادتك البص الكبير وكل اللي هتقول عليه هننفذه بالحرف الواحد. ايوه كده، يعني تربطوا الحمار مطرح ما يقول صاحبه والا هتغاب عليكم. خد يا نور يا حبيبتي دول 1000 جنيه نصيبك من المدبغه والمحل. 1000 جنيه؟ أيوه بالتمام والكمال. أيوه بس ده أقل كده من الشهر اللي فات. نعمة بتقول البيع الشهر ده مش قد كده عشان كده المبلغ جه خاسس شوية. عموما يا بنتي بركة الحلال أحسن من أي حاجة في الدنيا. ونعمة بالله. خد يا حبيبتي دول الألف جنيه بتوع كل شهر اللي أنا وعدتك بيهم شلتهم لك على جنب. لا يا ماما كفاية عليا اديتيني الشهر اللي فات. وبعدين معاكي بقى ده رزق ورزق ابنك ما تقطعيهوش. وبعدين يا حبيبتي انت عندك مصاريف كتير ودلوقتي انت بقيتي اب وام بالنسبه له. يا ماما بس ما بسش ولا حاجه، هو انت كل مره هتقعدي تبسبسي لي؟ خدي خدي يا شيخ بلا كلام فارغ يلا. متشكره قوي يا ماما بس انا لازم اشوف لي حل. مش معقول هفضل عايشه كده انا وابني على عليكي. ايه الكلام الفاضي اللي بتقوليه ده؟ عيب عليكي يا بنتي. مش دي الحقيقه؟ يا حبيبتي دي فلوسك في تجارة أبوكي ده ورثك. أيوة بس أنا لازم أشتغل يا ماما. ياسين بيكبر واحتياجاته بتكتر. خلاص يا حبيبتي سيبيلي أنت ياسين هنا معايا وانزلي أنت مع نعمة في المحل وخدي مرتب. هي نعمة قبضت نصبها؟ على داير مليم، حتى الإدارة كمان خدت عليها مرتب. أما بقى باقي المبلغ هشيله على جنب لإخواتك زي كل شهر. أنا مش فاهمة بس الملاليم اللي أنت عمالة تحوشيها لهم دي هتفيدهم بإيه؟ دول معاهم ملايين يا أمي. بركة الحلال القليل أبرك بكتير من الحرام ولو كتير. وبعدين يا حبيبتي ما تضمنيش اللي جاي شكله إيه، هشيلهم للزمن محدش عارف. على رأيك حد كان يتخيل بعد العز ده كله تحسبها بالمليم كده؟ معلش يا بنتي الحمد لله إن شاء الله
بكرة الإيراد يزيد، ادعي انت بس وقول يا رب. يا رب. ايه يا هدى قلقتيني في التليفون، ماله عمر؟ حرارته 40 ومش راضية تنزل. نديله خفض الحرارة؟ عملت كل حاجة ومفيش فايدة. دكتور. ايوه يا دكتور، عمر حرارته 40 وما بتنزلش. اجيبه لك ولا تحب تيجي تشوفه؟ طيب طيب خلاص اوكي، مع السلامه. ايه قالك ايه؟ هيبعت عربيه اسعاف تيجي تاخد عمر المستشفى. ايه ده؟ هي حالته محتاجه اسعاف؟ مش عارف يا هدى، بس صوته ما يطمنش خالص. يا رب يا رب جيب العوائب سليمه يا رب. ما هو يا تجيب الفلوس يا ترد البضاعه يا ناخد عمرك. كره يا رجاله، هي أول مرة نتعامل فيها مع بعض ولا إيه؟ مش أول مرة، بس ممكن تبقى آخر مرة لو عوقت معانا. تنقطع رقبتي لو فكرت حتى، وبعدين المعلم نخنوخ ده جذبته على دماغي من فوق. المعلم نخنوخ بذات نفسه هو اللي بعتنا ناخد منك حق البضاعة. على عيني والله، على عيني، بس أنتوا عارفين الحكومة شادة نفسها على الآخر، فأنا قافل على البضاعة لحد ما الأمور تهدى، وبعدين كل ما السوق بيعطش، البضاعة دي قيمتها بتزيد، أه والله بتزيد، وبعدين أنتوا مستعجلين على إيه؟ البضاعة هتطير. ده بقى الناس ما تعرفش ربنا، واي لبط معاهم رقبتك هتروح فيها. لا 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 لا، بعد الشر عليا، بعد الشر عليا باللي انت قلته. ما كانوش كام كيس خدتهم منكم ولا قط فيهم رزقي؟ لا تجيبهم لا تبيعهم، بدل ما نقطعك ونكيسك ونرميك لكلاب السكك. لا يا عم، ايه يا عم الكلام الكبير ده؟ لا، ادوني فرصه كام يوم اكون اتصرفت. قدامك ثلاث ايام، يا تجيب الفلوس يا ترد البضاعه يا ناخد عمرك، فاهم؟ والله طبلت على دماغك يا رجل، طبلت على دماغك يا لهوي. طمني يا دكتور. ما نخبيش عليكم، الموقف في غاية الصعوبة، في منتهى الحساسية. كل ده مش وقت سخونية؟ السخونة خطر على المخ، وعمر بقاله 48 ساعة سخن، ده غير انه بياخد مثبطات مناعة عشان قلبه المزروع، ولو حاولنا ان احنا نديله أدوية تنزل السخونة لازم نمنع أدوية المثبطات عشان الدواء ياخد مفعوله. ايوه بس ده خطر على قلبه، ممكن الجسم يرفضه. والسخونه خطر على المخ. طب وبعدين؟ احنا هنحاول ننزل الحراره بطرق اوليه، ويمكن تنزل لوحدها. طب افرض ما نزلتش؟ احنا هنحاول معاه بكل الطرق، ان شاء الله نحطه في حوض تلج. بعد اذنكم. اتفضل. عمر هيضيع مننا تاني يا اشرف؟ ارجوك يا هدى بلاش الكلام ده، اهدي شويه. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي وانا روحي بتروح مني؟ يا رب استر يا رب. لا لا، خشي اوضتك انت يا فرحة. حاضر يا سمختار. واقفلي على نفسك كويس. حاضر. يلا. فهمت هتعمل ايه يا شنواني؟ فهمت يا مختار باشا، هخطف المولود واجيبه لك على هنا. تجيبه لي على هنا هبت بيه؟ الله يخرب بيتك، انت تشوف حته تتوي فيها لحد ما اقول لك تعمل ايه. دي غلبه جامده قوي، هنكتم نفسه ونخلص منه وهو اسهل واوفر. لا يا اخويا لا، الواد ده امانه عندنا يومين وبعد كده هنبقى نرجعه لاهله. ما تقول له حاجه. هي ايه العباره بالظبط؟ افهمك يا شنواني، الحاجه نعمت هي صاحبه المصلحه وليها حوار كده مع اهل المولود، فعايزه تضغط عليهم علشان يماينوا ويسمعوا كلامها. فهمت، يعني هناخد المولود عندنا يومين اعاره ونرجعه تاني. الله ينور عليك، بس اوعى يا شنواني، اوعى اوعى الواد يجرى له حاجه. تطبطب عليه كده، تحن عليه، تجيب له مرضعه. ده ابن صاحبي. معقوله تخطف ابن صاحبك؟ الظروف ليها احكام يا شنواني، ما انت سيدي العارفين، احنا في زمن ما يعلم به الا ربنا. ما تخلونا في موضوعنا يا مختار، مش كده؟ طيب طيب خد يا شنواني ده العربون. كام دول؟ بريزة، وأول ما تخلص ليك زيهم. قليلين قوي يا مختار باشا. لا حول ولا قوة إلا بالله، مبقاش في ضمير عند العالم، ده حتة عيل في اللفة يا شنواني. أمال لو قلت لك اخطف أبوه هتعمل إيه بقى؟ كل جتة وليها وزنتها، هو إحنا بنقي خيار؟ لا يا أخويا، لو على وزنتها يبقى أنت اللي هتدفع لنا فلوس، الواد لسه حتة لحمة حمرا ما كملتش. ماشي الكلام، عشان خاطرك بس يا مختار باشا، أول ما تتم العملية أجي أخد باقي حالي. لا،
انت تخلع ما تورينيش وشك تاني. من الساعة دي انا برا الموضوع. عجايب، امال مين اللي هيحاسبني؟ الحاجة نعمت بقى هي اللي هتتمم معاك بقيه الاتفاق. انا ماليش مصلحة يا شنواني، انا برا الموضوع. غيرش بس الواحد قلبه الحنين هو اللي عايز يساعد المظلومة دي انها تاخد حقها. روح يا شيخ، ربنا يديك على قد نيتك. استأذن انا بقى. اذا كان كده ماشي. شنواني مش هوصيك على الواد. في عيوني يا باشا. سلام لعيونك يا غالي. ربنا معاك. اظن انا كده عملت اللي عليا وزياده، وحتى العربون دفعتهولك من جيبي. ما خلاص يا اخويا، انت هتذلني؟ متشكرين، وجميلك ده مش هنساهولك طول عمري. لا يا اختي انسيه، المهم ما تنسيش الاتفاق. انت تاني؟ ما تبقيش قاسي عليا يا ست. عايز ايه؟ البضاعة. انا كده هروح في داهية. ما انت اللي كنت هتودينا في داهية لو البضاعة اتقفشت عندنا. انتوا ناس سمعتكم زي البرلنت، وعمر ما حد كان هيشك فيكم. اه سمعتنا زي البرلنت، وانت كنت هتهببها بعملتك السودة لولا ستر ربنا. حرام عليك يا ست، الضرب في الميت حرام. ولما انت ميت خايف من الموت ليه؟ مش كفاية قطعتوا عيشي من عندكم؟ انت اللي ما حافظتش على اكل عيشك بباشك البطال ولعبك النزل. طبت وعهد الله طبت وما هعمل كده تاني. طب انت جاي دلوقتي تقولي الكلام ده ليه؟ عشان انت ليكي دلاله على مختار بيه، ممكن يرجع لي البضاعه ويديني تمنها. ده عشم ابليس في الجنه. انت بتكرهيني قوي ليه كده يا ست؟ لانك تعبان ومالكش امان. يا رجاله تعالوا طلعوا الخسيس ده بره. سمعت الهنا ميت لك ايه؟ ولا اجيبك على الارض واطلع عليك قديم وجديد؟ يا عم خلاص خلاص، انا هخرج لوحدي. بس خليكي فاكره يا ست، انا جيت طلبت حاجتي منك بالذوق وانت اللي رفضتي من غير سلام. هو عليك واد خسيس ونجس. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. جعان جعان. يتربى في عزكم ان شاء الله زي القمر. ربنا يخليك يا مخ. يلا بقى شد حيلك وهات بنوته صغيره كده ونجوزهم لبعض. لا انا هخلف ولد، وانت ومراتك بقى اللي شدوا حيلكم جيبوا لنا عروسته. يا سلام يا استاذ مختار، واحنا ندور نناسب حد زي حضرتك؟ تعيش يا ست الكل، اصيله قوي المدام. الله يخليك يا مخ، اتفضل. حاجة بسيطة كده للتنس الصغير. ليه كده بس يا مخ؟ ما كانش في داعي تكلف نفسك. يا عم دي حاجة بسيطة. دي خمسة وخميسة عشان الواد ما يتحسدش. عموما مردودة لك قريب إن شاء الله يا مخ. إذا كان كده ماشي. سلامة يا ست الكل، الحمد لله على السلامة. مع السلامة. سلامة يا سعادة الباشا. شرفت وأنست يا مخ. يبقى خلي بالك من الواد الصغير. دفيه كويس أحسن يبرد. ماشي يا مخ. سلام عليكم. مع السلامة. لطيف قوي مختار. مختار ده يا حبيبتي اعز صديق ليا. عارفه يا حنان، مختار ده هو اللي طلعت بيه من الدنيا. ادعي له يا ماما، هو محتاج لنا كلنا ندعي له دلوقتي. يا كبدي عليك يا ابني، يعني هو ما رجعش معاكو؟ هي الحاله ايه بالظبط يا اشرف؟ طب انا عايزه ازوره يا اشرف. مش هينفع يا حبيبتي، هو في العنايه ومانعين عنه الزياره. طب يا اشرف اول ما اسمحوا بالزياره الله يخليك تقولي عشان اروح ازور. طب هدى عامله ايه؟ مسكينه، خد بالك منها يا اشرف، دي ما لحقتش تشم نفسها. طيب يا حبيبي مع السلامه. ادخلي نامي دلوقتي، شكلك تعبانه قوي. انا مش زي وعمر بعيد عني. ما تقلقيش يا حبيبتي، هو مش لوحده، ربنا معاه ان شاء الله. وبعدين هناك دكاتره كتير قوي بياخدوا بالهم منه. اطمني. مش هطمن غير لما عمر يبقى كويس ويخرج من المستشفى. يا رب. ازيك؟ الحمد لله. انت تفضلي قاعده حابسه نفسك في الاوضه كده؟ هروح فين؟ اديني قاعده مع ابني. اه وحشني الواد ده، وحشني. ده انا ما صدقت ان نيمته طول اليوم قاعد بيعيط. صدقته مني بالله؟ لا اله الا الله. الواد ده نفسه يشوف ابوه. ما تستغربيش كده، ما العيال الصغيره دي بتحس زينا بالظبط. انت عاوز ايه يا مختار؟
رؤوف جوزك عايز يرجع لك وندمان وحاسس بغلطته ومستعد يرجع لك كل جنيه خده منك، بس ترجعي بيتك معززه مكرمه وابنكوا يتربى في حضنكوا. بص يا نورة، انا قلقان عليكي وكل يوم بقلق عليكي اكتر، وقعدتك في البيت دي كده مش عاجباني، والواد بيكبر ومصاريفه هتكتر وانتي مش هتبقي قدها، بالذات ان ماما منعاكي تاخدي مني فلوس. مش ماما اللي منعاني يا مختار، انا اللي منع نفسي ان انا اخد فلوس انا عارفه ومتاكده انها مال مش حلال، وده نفس السبب اللي خلاني اتطلق من رؤوف. يا حبيبتي، بس رؤوف دلوقتي غير رؤوف بتاع زمان، ده بقى اكبر تاجر دواجن في الشرق كله. يعني انت رايك ان انا ارجع له تاني؟ انا شايف ان مصلحتك ومصلحه الواد ان الشمل يتلم. خلاص انا موافقه ارجع له تاني، بس بشرط يتنازل عن كل الفلوس اللي معاه ويرجع شغله تاني ويبتدي حياته من جديد. يا نورة، الكلام ده كلام ناس عاقلين برضه يا نورة. انا عارفه ومتاكده ان رؤوف مش هيوافق، رؤوف مش هو الشخص اللي انا كنت اتمناه، اللي ياخد فلوس مراته من وراها ويبيع ابنه بالفلوس مش هو اللي تأمنه على اختك. عموما يا نورة، انا خايف عليكي، كل اللي يهمني مصلحتك، مش عايز الواد لما يكبر يحس انك ظلمتيه لما حرمتيه من العيشة المرتاحة. ابني انا حربيه بالحلال، والايام هتثبت له ان الجنيه الحلال ابرك من مليون حرام. ده تنازل عن نصيبك في الفيلا والمدبغة والمحل وشقة اسكندرية. اتفضلي امضي عندك. امضي ايه؟ مش لما اخد حقي الاول. امسك. بترجعي في كلامك ولا ايه يا نعمة؟ انا برجعش في كلامي، كلمتي اتفاق. يبقى تمضي على التنازل. مش لما اخد حقي من نديم. وانا مش قعدتك مع الراجل ودفعت له العربون قدامك على اساس انك هتتنازلي؟ لما اخد حقي الاول. انت بتلعبي بيا الكوره بقى يا نعمت، انت بتشتغليني. انا لسه عند اتفاقي، بس لما امسك حقي في ايديا الاول. بلا اول بقى بلا اخر، انا هكلم شنواني والغي العمليه ونفضل زي ما احنا. استنى بس، انت ايه ما صدقت؟ بلا بس بلا ما بسش، يا تمضي يا الغي. طب افرض مضيت لك وطردتني انت من الفيلا بعد ما مضيت. انا يا نعمت مختار اعمل كده في مرات ابويا؟ انت ده انت تاكل من النبي. بلاش، امضي يا ستي على التنازل وما تسجلوش في الشهر العقاري الا لما العمليه تتم. قلتي ايه؟ طب وافرض الخطه باظت وانا ما طولتش من نديم ولا ابيض ولا اسود، هطلع من كل حاجه كده ايه؟ شلتي ملتي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، قدرك بقى ونصيبك. الله، هو انا مغسل وضامن جنه؟ طب ويرضيك مرات ابوك اللي زي امك تعيش على الحديده؟ يرضيني. ها قلتي ايه؟ هتمضي ولا الغي مع شنواني؟ انت ايه يا اخويا بتلوي دراعي؟ حد الله، بيني وبين الغصب حد الله، بس ده اللي عندي يا بنت الناس. قلتي ايه؟ قلت لا اله الا الله حمدي. انت محمد رسول الله. خد، مبروك عليك يا مختار. الله يبارك فيك يا اختي، متشكرين. طب قول لي هنبدا العمليه امتى؟ انا مالي بقى، عندك شنواني اتفقي معاه، انا بره الموضوع. وحسك عينك، حسك عينك اسم يجي فيه، فاهمه ولا لا؟ كده هتسيبني ليهم كده لوحدي؟ ايه، خدتني لحمه وهترميني عظم؟ ده انا لو عليا ادق عظمك واهرسه كده بودره واولع فيه بالنار عشان ما اشوفش وشك تاني. ماشي يا مختار، لغايه لما العمليه تتم، وبعد كده مش هتشوف وشي ابدا. اذا كان كده ماشي، نصبر اما العمليه تتم. قرب يا رب البعيد وزيح الحمل من على كتافنا. يا لهوي يا اخويا، للدرجه دي مرات ابوك تقيل على قلبك؟ ده انت ولا جبل الموطم.
بيحصل جوه؟ مش عارف يا هدى، انا واقف زيك اهو. هما بيعملوا ايه في الولد؟ انا هدخله. استني يا هدى، انت عارفه ان احنا ما ينفعش ندخل. مش قادره اصبر، هدخل. اصبري امال. خير يا دكتور، في ايه؟ حطيناه في حوض ثلج عشان درجه حرارته تنزل من غير ما نديله ادويه. طب وهو بيصرخ ليه يا دكتور؟ صدمه الثلج مش سهله، خصوصا ان درجه حرارته كانت عاليه. انا عايزه اشوفه، انا هدخله. من فضلك لو سمحتي، لو بتحبيه خليهم يشتغلوا من غير شوشره. عن اذنكم. عارف ان انا غلطان واستحق العقاب، بس ارجوك يا رب ما تعاقبنيش في ابني. ده هو اللي حلتي وكل اللي بترجاه من الدنيا. مالك يا سي مختار؟ ايه مش في الفورمه ليه النهارده؟ مفيش، دماغي مدهوشه شويه. خير، ايه اللي دوشه ان شاء الله؟ يلا بقى يا سيدي احكيلي. الواد سعد اخويا بيفكر في عامله مهببه، مش قايل ايه بكياني من ساعه ما قال لي عليها. عامله ايدي مش وقته بقى الكلام ده. يلا يلا قوم يا بت، اعمل لك كوبايه شاي. يلا يا بت. يلا يا ام عبد الستار. حاضر. عبد الستار مين ده؟ عبد الستار مين؟ ايه ابننا؟ لا يا عم، ده اسم قديم قوي. قديم ايه؟ ده اسم ابويا ولازم اخلده ابد الابدين. ده حتى اسم فني كله مزيكا، عبد الستار مختار عبد الستار. ده عايز ملحن يلحنه. يا روز، روز الو. مدام رشا؟ ايوه، مين معايا؟ مش مهم تعرفي، بس لو عاوزه تعرفي سعد جوزك بيعمل ايه دلوقتي، روحي شقتكم القديمه وانت تتاكدي من خيانته ليكي. انت مين؟ الو الو، هي حصلت تخوني يا سعد؟ ده انت لبسك سودا. الو. يا مختار. لا انا في العربيه رايح انفذ اللي احنا اتفقنا عليه. بقول لك يا سعد، ما بلاش الحوار اللي اتكلمنا فيه ده بتاع رشا مراتك. ها؟ اصل مهما كان دي مراتك برضو، واللي قلناه ده كان سعد شيطان وراحت لحالها. ما تزودش الطين بلة يا سعد. اتجننت يا مختار ولا ايه؟ معقولة تدافع عنها بعد كل اللي هي عملته معايا؟ يا حبيبي لا، اهدى بس شوية، أنا ما بدافعش عنها ولا حاجة. أنا قصدي أقول لك إن في طرق تانية ممكن نحل بيها الموضوع بدل ما نغدر بالبنت كده. هي اللي ابتدت بالغدر، وبعدين خلاص أنا ابتديت التنفيذ يا مختار. يا سعد أعلى سعد، دي مهما كان مراتك وهتبقى أم ابنك. ما عشان خاطر ابني أنا بعمل كل ده، ولا أنت عايزني أسيبها تنفذ اللي في دماغها وتتطلق وتاخده مني؟ أوعدك هنلاقي لها حل صدقني، بس ارجع اللي في دماغك ده ربنا يهديك. خلاص يا مختار، السهم نفذ وانا مفيش قدامي حل تاني. يا سعد يا حبيبي، ما تخليش السكينه تسرقك وتعمل حاجات ترجع تندم عليها بعد كده. مفيش حاجه ممكن تخليني اندم اكتر من اللي انا فيه دلوقتي. وبعدين صدقنا يا مختار، هي دي الطريقه الوحيده اللي ممكن ارد بيها على كل اللي عملته معايا. وبعدين بقول لك ايه، سيبني واقفل دلوقتي عشان انا سايق. سلام. الو. سامحه يا رب، يا رب سامحه واغفر له، وهو قدامك اهو. انا برأت ذمتي، نصحته وما اتنصحش. Thank you.
عايز اثبت حاله الزنا دي يا حضره الضابط. ماما الحقوني الحقوني، انا في مصيبه ومش عارفه اعمل فيها ايه. خير يا بنتي كفى الله الشر. ايه سعد حفرني حفره حفرني حفره وقعت فيها. حفره ايه؟ سعد اللي المفروض انه جوزي وهيبقى ابو ابني خطط ورتب عشان يلبسني قضيه يخلص بيها مني. قضيه؟ قضية ايه؟ قضية زنا. يا خبر اسود، خلى واحدة تكلمني توهمني ان هو بيخوني في شقته القديمة. نزلت جري عشان اقفش متلبس، دخلت لقيت واحد جوه حاول يتحرش بيا، جيت اقاومه لقيت سعد داخل معاه البوليس واتهمني ان انا بخونه مع عشيقي. يا دي الفضيحة، يا مصيبتي السودا. طب وازاي سعد يعمل كده وانتي مراته وعلى ذمته؟ واللي يمسه يمسك اكيد. ده اول حجة يعملها علشان يخلص منها ويحرمها من اللي في بطنها. معقول؟ معقول سعد تفكيره يوصل في الشر لحد كده؟ سعد خلاص اتجنن وما بقاش ليه كبير يوقفه عن الجنان اللي هو فيه. معقول؟ خلاص بنتنا بقت لعبة؟ يا عالم ده عرض ناس وسمعتهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا سعد يا ابن كوثر. أشوف فيك يوم يكون أسود من قرن الخروف. الحقيقة الحقيقة يا ابن كوثر أبوس إيدك انجديني. فين استفيدك يا خالة الشر؟ بنتي بنتي رشا في الاسم معمولها قضية. قضية؟ طب ما كلمتيش سعد جوزها ليه؟ مهما حصل بينهم من مشاكل برضه هيتصرف. ما هو سعد هو اللي ملفق لها القضية. انتي بتقولي ايه يا ست انتي؟ سعد ابني يلفق لمراته قضية؟ ايوه سعد ابني يلفق لمراته قضية، منه لله حسبنا الله ونعم الوكيل. لفق لها قضية عشان يزوق سمعتها وياخد منها طناها. وكمان بتحاسبني على ابني في وشي؟ قضية ايه دي؟ قضية زنا يا حاجة. زنا؟ قضية زنا؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. سعد ابني يعمل كده؟ لا لا سعد ما يعملش كده ابدا. لا عمل، والله العظيم عمل، وبنتي مظلومه، والله مظلومه يا حاجه. جري يا ست انتي، انتي جايه ترمي بلاكي علينا هنا ولا ايه؟ عيب عليكي يا حاجه، عيب عليكي، احنا ناس غلابه اه، بس ما حلتناش الا شرفنا. انا مش قصدي يا ست فيده، يعني قصدي بقول يعني يمكن بكون البنت كانت على علاقة كده ولا كده يعني بأي حد ومخبية عليكم. ما انت عارفة الشيطان شاطر. حرام عليك يا حاجة، حرام عليكي، والله العظيم بنتي مظلومة وحق كتاب الله ده. بس ان شاء الله ما بعناية وانا واقفة دلوقتي حتى ابعتي جيبي ابنك واسأليه وحلفيه وانت تعرفي الحقيقة. انا مش قادرة اصدق ان ابني ممكن يعمل كده. انا في عرضك يا حاجة، استر عرضي، ربنا يستر عرضك يا حاجة. بس بس يا ست فيدة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بصراحة بقى أنا مش قادرة أصدق الموقف الصعب ده. يا رب استر على وليانا، يا رب استر على وليانا يا رب. أنا عايزة ابني، أنا عايزة ابني يا نديم. أنا ما لحقتش أفرح بيه عشان خاطري أتهولي. أرجوكي تهدي علشان نعرف نفهم. نهدى، حضرتك بتطلب مننا نهدى يا حضرة الضابط؟ ابني اتخطف، انت فاهم؟ ابني خطفوه وعايزنا نهدى. تفتكر مين اللي خطف يا استاذ نديم؟ وتفتكر انا لو اعرف كنت هستنى؟ انا كنت كلته باسناني. مالكش اي اعداء؟ انا مفيش عداوه بيني وبين حد ممكن توصله انه يخطف ابني. وحتى لو في عداوه وعايز ينتقم انا قدامه يعمل فيا اللي هو عايزه. لكن الطفل ده ذنبه ايه؟ مفيش ولا طفل اتخطف تاني، ده معناه ان انتوا المقصودين بالموضوع ده. حضرتك مالكيش اي اعداء؟ ما بتشكيش في حد؟ ماليش، معرفش. انا عايز ابني، انا عايز ابني يا نديم. ابوس ايدك، انا ما لحقتش افرح بيه عشان خاطر يا نديم. ارجوك تاجل الاستجابه لبعدين، حضرتك شايف حالتها عامله ازاي؟ عموما اطمني ان شاء الله هلاقيه. حضرتك الظابط. اه يا ابني انا مش هطمن غير لما ابني يبقى قدام عينيا ان شاء الله. بس بس ابوس ايدك يا نديم، انا عايز ابني عشان خاطري. اخس عليك وعلى اخلاقك، معقول؟ انت تعمل كده يا سعد؟ وفي مين؟ في مراتك ام ابنك؟ دلوقتي بقت مراتي ام ابني؟ انت مش كنت دايما بتحذريني منها؟ ولا انت نسيت انها اتخلت عني في عز محنتي وكانت السبب في السكر اللي جالي؟ انت عاوز ايه؟ تبرر عمتك السودا دي؟ هي اللي ابتدت يا امي مش انا. يا خساره، كل يوم بتاكد ان انا ما عرفتش اربيكم. لا يا امي ما تجيبيش اللوم على نفسك، انت ربيتيني احسن تربيه. بس زي ما انت ربيتيني الدنيا كمان علمتني ان اللي يديني قلم
ارده له اتنين. يا سلام، وهم دول بقى القلمين يا سي سعد؟ تعملها قضية زنا وتضيع شرفها؟ انت ايه يا اخي؟ انت شيطان؟ ده حتى شيطان نفسه ما يجيش على باله يعمل عملتك المهببة دي. انا كمان فكرت كتير قوي وتعبت لغاية ما وصلت للحل ده. ده انا حتى شرط مختار قبل ما اعمله. مختار اخوك كان عارف؟ اخوك الكبير كان عارف؟ وقالك ايه بقى يا سي سعد؟ شجعني طبعا، لانه كان حاسس بمرارتي وحسرتي. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة اللي انا فيها. ده بدل ما يهديك يقوم يشعللك. انتوا ايه؟ يا خسارة، يا خسارة تربيتي فيكوا، يا خسارة. يا امي اللي في بطنها ده يبقى ابني، وانا مستحيل اسيب ابني يتربى بعيد عني لحظة واحدة. هو ده كل اللي يهمك يا استاذ يا محاسب؟ طب ما فكرتش لحظة واحدة لما ابنك ده يكبر ويعرف ان امه ليها ملف في الاداب هيكون موقفه ايه؟ ما هو مش هيعرف، محدش هيعرف، لان انا ممكن في اي لحظة اروح واخرجها من غير شوشرة. يعني دي مجرد وسيلة ضغط عليها، بس ساعتها بقى هكون جبت مناخيرها الارض. انتوا اللي جبتوا راسي في الارض. اقول لربنا ايه يوم القيامة؟ اقول له ايه؟ انتوا ايه؟ ظلمة؟ ما عندكمش ضمير؟ اسمع يا ودي، انت تروح دلوقتي وتخرجها حالا. هخرجها يا امي، قلت لك هخرجها، بس بعد ما ارجع حقي الاول. ما هو كمان مش معقول اشوه صورة ابني. وانت لسه هتشوه؟ ما اللي حصل حصل، وزمانها مرميه في الحقد دلوقتي، وكل الناس عرفت. تقدر تقولي لما تخرجها هتعمل ايه؟ مش هخليها على ذمتي، هطلقها. انا اصلا عامل كل ده عشان اطلقها وما يبقى لهاش عين تطالبني بحضانه ابننا. وتحرم ابنك من حضن امه وهو لسه لحمه حمراء؟ كفايه عليه حضني انا، وانا بقى بطريقتي هعرف اعوضه عنها بحاجات كتير قوي. مفيش حاجه في الدنيا يا ابني تعوض اي طفل عن حضن امه ابدا. وانت بانانيتك دي وبعندك شوهت صورتها وسمعتها. ده العار اطول من عمري يا ابني، حرام عليك يا استاذ يا محاسب يا بتاع ربنا يا اللي بتصلي. والله صلاتك دي ما هي نافعه. يو بقى، من فضلك يا امي كفايه كلام في الموضوع ده. تجازك ايه يا ولد؟ جبلة؟ مش ممكن، مش ممكن تكون سعد ابني ابدا اللي انا ربيته. استحاله، انت بقيت واحد تاني معرفوش. ايه اكل حرام خلاص؟ بلد احساسك وصرعك على اقرب الناس ليك لدرجه انك بقيت خطر على نفسك؟ يا خوفي يا خوفي يا خوفي عليك يا سعد، يا خوفي عليك من اللي هيجرالك، ويا خوفي عليك من نفسك. ايه اللي انت فيه ده؟ ايه البرود اللي انت فيه ده؟ هو مش ابنك زي ما حضني؟ ابوس ايدك يا حنان، انا مش ناقصك. ارجوك يا نديم رجع لابني الله يخليك. اللي هيجنني مين اللي خطفه وليه؟ مش يمكن تكون عصابه من اللي بتخطف العيال ويبيعوهم للناس اللي ما بيخلفوش؟ يا شيخه فال الله ولا فالك، انت بتفولي على الولد. ما احنا بقينا في زمن ما يعلم بيها الا ربنا. ابوس ايدك يا نديم، اعمل حاجه رجع لي بيها ابني. يا حنان انا مستعد اعمل اي حاجه، بس اعرف له سكه الاقيه بيها. يا ابني، يا ابني اللي قعدت احلم بيك ايام وليالي شايلك في بطني، بحلم باليوم اللي اشوفك فيه، ويوم ما تيجي اتحرم منك كده. أنا ملحقتش أحفظ ملامحه. حرام عليكي، حرام عليكي، ما تتعبينيش أكتر ما أنا تعبان. ألو؟ أنت نديم؟ أيوة أنا، أنت مين؟ مش لازم تعرف، بس اللي مهم تعرفه إن ابنك عندنا، ولو عايزه يرجع لك تاني لازم تدفع 5 مليون جنيه، يا كده يا مش هتشوفه تاني. هدفع، هدفع، صدقني هدفع، بس رجعولي ابني. مين دول يا نديم؟ ابني عندهم؟ مين؟ رد عليا قول لي. استني بقى، طالما هتيجي معانا دغري ومن غير دوشه ولا شوشره ابنك هيبات في حضنك بعد ما تسلمنا الفلوس، ووعاك تبلغ البوليس بعدين تفقده. لا لا لا، بوليس ايه؟ والله ما هبلغ البوليس، انا ابني عندي اغلى من اي حاجه في الدنيا. خلاص بكره جهز المطلوب وعلى اخر النهار اكلمك نحدد ميعاد التسليم. حاضر حاضر، انا تحت امركم، وصدقني انا كلمتي واحده.